عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرت بما هو عار. زوجتي فتحية بتعيرني بالشيب، بتقول لي يا شايب يا شايب، وأحيانا تقول لي يا شايب يا عايب، تتنمر علي. والله لو مو العشرة اللي بيننا أرفع عليك قضية تنمر وأحبسك. إيوه، لكن ما تهون علي العشرة. فرحانة بحتتين البوتكس والشد اللي عملتيها هذه، على بالك إنك أنت شباب دحينة، مو أنت عجوزة كمان، وأنا ما قلت لك أنت عجوزة. لما نقول لها الشيب وقار، الشيب وقار يا فتحية، تقول لي مو على أساس الوقار ده بيرد لك الشباب، وتضحك. تقول لي تقدر تجري؟ تقدر تسوق دراجة؟ هيا خلي الوقار ده يأكلك عيش. شوف بالله، شوفوا كيف التنمر، هذا تنمر، تحطيم وتنمر. لكن الله يسامحك، الله يسامحك يا فتحية. تقول لي إيه، انت ما انت فالح الا في اطفو اللمبات واطفو المكيفات، سكسكوا البيبان. ايوه، ما هذا بيتنا لازم نهتم فيه. ايش هذا؟ ايش بها؟ والله من يوم عملت البوتكس والاوبر هادي والشد قامت تشوف نفسها شوية علينا. ولما قلت دائما اردد لها اقول لها الشيب وقار يا فتحية، تقول وقار؟ هيا خلي وقار يشيل عنك العكازة وتضحك عجوزة.